يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. كتاب الصلح. بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الإصلاح بين الناس وفضله، وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الآية، وقوله تعالى: والصلح خير. بلى. صلح كردن أشتواي كردن لبيني مسلماناني ناكوك دا خيريشي قوريه. او تپرودگار ده فرمه هیچ خیرک لا نجوا او چپ چپ او قسی سری دانی الا کس اجنبی که فرمان بچاکب کا با صدقه یا بچاکا یا اصلاح بین الناس. اصلاح بین الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما. هر کس اصلاح چاکل بین مسلمانان ده بکال پیناوی خوا او خوای ګور اجری چی زور مزنی پیدا بخشه. وأخوائي قولش فرميتي والصلح خير، صلح خيرة. مالا أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. مالا فرمي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمویتی دروزن او کسانی که با صلح کردن لبین مسلمانان دا قصه یک دکات و یعنی کار یک دکات، اگر بیت او قصهش وانه بیت بلان ببیت مای صلح بابی که او بدروزن حساب نیه. یعنی چی؟ لیر دا تو دا چی تلای یچ یک لو دو کسی که بینیان تیک چوا دلی برا که من دزانم تو بوی دلد لگل فلانا کس تیک چوا بیشتو تا که بخراب باز دکری که که وان نیه برا ما خلق قصید بو نقل دکا بنا حق من خوم لای بو مدحی کردوی او پیاو دلی آرام ده بی انجا چی تا لای او دلی که که فلانا کس اوی لسری دلین وانی برا من تانا چوم لگلی دانا نیشتم نمزانی وای استواد کر هر دو چیان دلیان برانبر یک چاک بیتوا انجا دی چون روزیک دعوتیک تان کم بیک و دانیشین دلیان باش بتو است. لگال یک دادنیشین سلام لیک تر دکانو، اما با کاری چی خراب دانان دره. بس بداخ و خلقانه کن با عکسی او رول دبینت، با عکسی او. یعنی دچت لای طرفیک لدو طرفی نزاع. لی دبیسته که طرای توزیک. دچت لای تو الله برار هر باسی نکن صلحی چی مزور پر مزور خراب قصی زور خراب دکال سرد چون د به وابل اخوانات رسید واد له دکا کتو بجارک دلت رقبه بلان بری اتوش ل رد فعل قصی دک ان جا قصی توش بو د باتوا یا بو نفر چی دبا کو نفر بی گین تو اولا بو فتنه دروز دبه اما کذاب اما فتنه چی براستی اما یحلق الدین اجنا بعکس و بو صلح قصي خير بكم متر سوقنا بارنا بي إن شاء الله. مل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن سائل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. الله أكبر. بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام بيستي خبري بيجيش كأهل قباء أو خلق باشي قباء كقرآن وصفي كردون فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بلا مروفن آسائية شيطان دا كويتا بينيانا و بوبا تشيشل بينيان دا تا وكوب ببرد ليشيان دا في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي برون هستن باب تشين صلح كين لبينيان دا بويا دائما مسلمان لهولي إصلاحي ذات البين بخير دا قائمة بإيشي في عمران بو عليه الصلاة والسلام هندك از دید الله من تدخلناكم من نای ابو نایکی کاکا اگر تو شون کوتی پیغمبر بی علیه الصلاه والسلام هم خود به له هولی صلح بی
وهم لهولي إصلاح جبي خواهي قولا بمن كانت صالحي شو مصلح بخاترين وجوانا كاني مرة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأتي ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكيني واقسم لي ما شئت فلا بأس إذا تراضيا. الله أكبر. أما آياتك هات أخوار: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هر آفرتك هر جنك هستي كرد لبيا وكيدا ترفعك نشوز ترفعك هي أم بيا ونعتواني تحملناك لقلم جيان أم آفرت جيان بريت السروا أو إعراضا بيا وكي بشتي تيكردو وإهمالي دكا ونعتواني. أما واقع برام إسلام ديني كي واقعية، إسلام ديني كي مثالي وخيالينية. اشتواه جاروايا آفرت هزبه ودكا لبياو جار هي بياو آفرت هزبه ودكا لآفرت دا ها نشوزا من قبل الزوج جاروايا امرأة ناشزة آفرتك نشوزي هي وترفعي هي أي آفرتي عاقل أي آفرتي عاقل كهستد بوكرت لبياو كي خود دا أو بياوا زور ميل محبتي بلايتو دانية طاقتي لا استحياء في الشرع سرجي لقل دنيا لواني بير لطلاق دانت كاتوا وريابة وعاقلبة عاقلبة تشيبك ورى الصلح لقل بياوكتك هيتشي تدانية هيتشي شيء تدانية صلح لقل بياوكتك ورى أي بياوة تو دستم لي هالمقرة جيامة بوليم شكا بوهند آفرت طلاق دان كشتنا برا كانم طلاق دان بوي كشتنا داماوا لواني تمني شيء بيت 50 سالة أو أفرته منالي هي كسكاري نية بيجرنا خوي استأو بيا وطلاق دات أو زرير زور جورة دكا أو أفرته زور زرير دكا ناخوشة أي بمنة ولاي بيا وكي أو شوق وزوق وعطف وصوزي جاراني نما وسردمي جنجتي نيما و صلح دكا صلح كتشيا خواي جورد فرمي فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا هيك تاوان يصلح لبيني خواي مكن لسر تشي لسر أويك جنة تنازل لهندي حقي خوي بكابون منا فيا وكان دزانم توكو جاران ناتواني بردوام لامبيتو شوانا لامبيتو تشيوتي من لوي خوم خوش دبم قيناك بلان باش نميرد بين باشي رازي خيزان تيغنشي بامنا لكان من سرگردان نبن آفرين أما عقلاني كاك پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام يكي لخيزانا كاني كسودة بو باس من كرد سودة بتمن بو زور بتمن بو طاقتي خزمت كرني پیغمبر اخوة نبو عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخواش اعباء رسالة ومسؤولية امي لسرا اوهم اركو شتي لسرا بيوشي بوايا كاتي كدهت مالوا آرام بي جوه چي خوش دل خوش بكري خفتي نميني بطاقتي در چيت ام افرتش بتمن تواني اوي نية سودة هستي كرد لوية پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام طلاقي بدات بو چونك يعني بونو من او شو روجي كلاي سودية وكو بلين مصالحي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام تقريبا سست بي نتوانيد وكو بيويست يعني خزمت بكري پیغمبر عليه الصلاة والسلام سودة كهستي بو كرد فرمي اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام من تنازل لشوي خوملك بلان باب خزاني توب من موا بو إلا كوي جنكاني پیغمبري خوابم لدنياش ولا قيامتش هو تنازلي لو شوي خوي كردو پیغمبري خواهشتي وعليه الصلاة والسلام هر خزاني پیغمبرو دايك إيمان دارانا دايك مانا لدنيا ولا قيامت هندي آفرتها نا 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 اشتيوام لقلنا لي قد منهم قبولني اي خشتي من پیاوك طلاق الددا طلاق الددا خو اگر نیکاتو هم حق کاند داته زور چاکا کس او باشتره بس پیایو هیدله من ناتوانم اخو بزور نیا ناتوانم بگنجتی تحملم کردو استاب بم تمنیستر من تحمل ناک یا جن هی تحمل پیاو ناک اک پیاو ک تحمل ناک خوشک کم اود باشتره لوی جابی تو هند کس هيا دیو فی الله خویبکا فی الله خویدکا و د زانه هر وضع جارانا خوشک کم بخوات توش بتمنات شويت بياو كشت بصالات شوى أو جاران نما بوه قناعته صبرت به بوه شيرازي خزانة ليت يجنتشي جا
جاء فرموي شي عائشة فرموي هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره أو غيره. يعني جنكي زور بتمنى يا اشتيتر لجنكي دا هي بدلينيا دل دستي لي هل دقرم طا من توم نعمي ناتوانم بولا بولا تيا مشك متكولي و طاقة منيو طا دست لي هل دقرم آفرته بيرد كاتوا دلنا خير دستم لي هل مقرا أمسكني واقسم لي ما شئت چنك تواني اون دور لام طا نامي مثلا دو خزاني نامي شو ناشو بيچنك تواني اون ده بويه فلا باس اذا تراضى كردو شان راسيب اما جناح نيه والصلح خير صلحه اسايه اي اگر او صلحنا كريتو بيا وكش اهمالك جناحه اي چيبك يان طلاقي بدا بو جناح بار نبي يان كطلاقك الزرر بو افرتك با طلاقي ندا او صلح بكن لبيني خويا اندا اما صلحي شي واقعيه وعمليه مل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب إذا اصطلحوا على جور فهو مردود. يعني كتابي الصلحة ووتش ما صلح خير بلا منابه صلح بكري لسر شتيشي ظلم يلا دي إيما بيقدين لسر أساسي كفلانا كس أوايلي بكري فلان أوايلي بكري حقي فلان بو فلان نابه صلح لسر ظلم بيت قبولني بلا صلح لسر تنازلي حقد بقيناك أو قيناك تو خاواني حقي خوتي تنازل لك شكو دائما صلح دبي شي به يجيك لطرف كان دبي هندي تنازلاتي هبه دنا صلح ناكره تو تنازلك الى حقي خوت قيناك بس تو بلي والله من بو مرج صلح لقلتو ده كم تيجي انك انت الطلاق ديت اما ظلمه لا لا نابي بقصي بكره بل. احسن الله عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. يعني مرج هر مرج هر شوازي شي صلح كالدين دا نبي تو بيتشاو نبي او مردود او مقبول نيا. احسن الله عليكم. قال رحمه الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقال خصمه فقام خصمه فقال صدق فاقضي بيننا بكتاب الله فقال العربي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدا ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدو على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها وفي رواية فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. أبو هريرة وزيد كري خالد الجهني هردو شان دفرمون بياوشي أعرابي دشتشي لادي هات لاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي أي بيغمبر إخوة حكم كلبين من بكتاب إخوة لقل او كسيك ناكوشي لبينيان داهبو هر دوشان هاتن كابراوتي بالي راست اي في عمري خواه بكتابك اي خواه حكم كلبين من اعرابي وتي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام ان ابني كان عسيفا على هذا كرة كي من شو كريكاري بكالاي او بياوه كريكاربو باشا كتشوه لما لكي كريكاري كردوه شيطان فيالي لي كردون زيناي لقل جني او بياوه كردوه برسيار من كردو تيان كوراكيتو دبي رجم بكري منيش بوي من كوراكم رجم من كري في ديم دا كريموا كريموا بتي بمئة من الغنم ووليدة صت مرو وجارية كيش أو كتير كيش بدم كي أو بياوا بو أوي خوش بيل كوراكمو رجم من كري إن جاء برسيار من الأهل علم كرت ثم سألت أهل العلمي برسيار من الأهل علم كرت وتيان نخر كوراكيتو نابي الرجم بكريت دبيت صد جلدي لي بدريت شنكا جني نبوه كوراكيتو جني نبوه محصن نبوه وصالي تشيش دبيت دو تغريب بكريت دور خريتو ولا مالي خوي انجا هاتوي نتلايتو اي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام استانا زانين كامي حقا وشي بكين في عمر صلى الله عليه وسلم اخوة قبري لسري فرمي بالي بكتاب اخوة حكم دكم لبين تان او وليدية او كتشيك ديدنا تو ديديت لبري رجم كرني كراكات أما بو خود دقارتوا أو صد مريك داو تديسان بو خود دقارتوا اشتوانية
حدي خواب بارتها رسر ناكري بلكو على ابنك جلد مئة وتغريب عام كركد به صد جلدي لي بدري وصالي شي دور خليته ونفي بكري. اما اوجنا او جنب وكزيناي كردوا هست اونيس برو لو افرتا برسيارك كاعترافي كرد زيناي كردوا كاعترافي كردو اقراري كرب زينا كزيناي كردوا او رجمك شو لا يو برسياري لك تي بلا زينام كردوا رجم كرا بلا كواتا لم حديث دا او تيجيشتين لحدود دا صلحنيه كاك والله راستا فلانك الزناي كردو لقل جني فلانك لقل كتي فلانك استا دواي باردكات دواي باردكات ام بي بشرمي بمرؤتيا تو زنا لقل كسي كت كرابي والله بارور جريل ابري قمي بغيرتي وبشهامتي بويا في عمر اخو عليه الصلاه والسلام رتي كردوا ام صلح باطله صلح يجي بباره تشونشتي وادبه اما دبي جلدي لي بدري أمشي عند بيه رجم بكريت مال ما وصل بالجاني لسر خطورة اختلاط لسر خطورة الاختلاط بيجومان بيجومان كابرا وستايه لما الله ولا قالش إنك أي داعي دنيو بوخوي دروات أما كارسات دروز دبي برا كيمن مال أنا من سقام بجنك أم هي سقاي كيد بجنك تي كزن على جنك أي تو خرابة بلام ليك لحظة الشيطان زفري بيبردو خلطان دي أو جن تسليمي نفس شيطاني بو ليق لحظه كوتاي بيدي تا تسليم بو هنا تسليم بو توشي فاحشه دبي و بيو بيغانا لقل افرتي بيغانا بيكو من المالك اتشاوري تشي دكري تشاوري خرابه دكري فنا بخوي جورا مال احسن الله عليكم. قال رحمه الله باب الصلح مع المشركين وكيف يكتب الصلح. اوتشي صلح لقل مشرك ايش دكري بلا دكريت صلح لقال مشرك إيش ذكره براكم وثمان آيني في روز الإسلام آيني سلامة آيني آشتية آيني في كوجيانا كاكا خو آيني أونية دائما دي أربي جيد لسر شام بيو بيتا قينا بقى هركسي كمسلمانية لنايو برا وانية برام دين الإسلام وانية الصلح مع المشركين وصلحة كتشون ذكره جاء ما حديثي إيش دريجة بس ديار الليلة همين هاتوا فرمو ما وصلنا الليلة مقطعك هنا أم باش فرمو. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القاعدة فأبى أهل مكة يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمحو رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة بسلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ماله مش الصلح مع المشركين ما صلح حديبية برأيك رعا زبدا فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لذي القاعدة تشو عمربك أهل مكة نيان هشت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تشيتنا ومكة تاوكو لقليان ريكوت صلحي تشيكر لقليان لسر تشي لسر أويك يقيم بها ثلاثة أيام تنها سيروج لنا ومكة بمينتوا جاكاتك كتابك يا نوسي
كتابي الصلح كلا بيني هردو الأداء تشيان نسي. هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. أميك بكاتن اتفاق نيوان صلح نيوان محمد رسول إخوال قل طرف كيتلوتيان لا نقر بها. ناب ابن سي محمد رسول الله جايمك باور بين انتو رسول إخوائي بوتي الرد لي دقرين كبيتنا ومكوا إما باور بانيتو رسول إخوائي شون استا إقرار بودكين باشا. ولكن أنت محمد بن عبد الله بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي من هر رسول إخوان بينو سميانين نسم وهر محمد كري عبد الله شم انجا فرمي أي علي أمحو رسول الله بسرى رسول الله بسرى سبحان الله سيري حكمتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وسيري حماسة حماقتي أماني أمرك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أما دبو تناند وشي رسول الله بسرته قيناك بس بقى صلح كين شكو إذا صلح لمصلحتي مسلمانا استا أمره شتيشي واباز بكري لدين داد بنا دروا حر لدين داد بهت دروا تو كافري مرتدي مسلماني جون شتي واد كرت في غنبري خواه فرمي بيسروا أي علي بيسروا علي رضا خواه بيوتي نا والله أي في غنبري خواه من ناي سرموا بقسيان ناكم چون دبيت في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام كتابكي ليور قرتو ونسي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قوري بو محمد عبد الله جاء خوي كردي كظاهري نصك أويا أي خوي نخوين دوار نبو شون كردي يا أويا أمري كريتش تربين يسمى محمد بن عبد الله باش أما خالي زور قورة جوهري كبيغمبري إخوة صلحي لسر كرت يعني راضي بو بي لو صلح دا آية تنازل لمسلمان أنا يا تنازلني كاكا أي بو كردي كم مصلحتك لو ده كاكا مسلمان سيري مصلحتي جوربو إسلام مسلمانان دكا سيري وناكا سي من سركبه يا من شتكم نا بزانم تي مصلحته بو مسلمانان باش يكم أو أما يكم دومشت ألا يدخل مكة بسلاح إلا في القراب ناب محمد هاولاني بين ناو مكة وبسلاح وإلا سلاح كان دبلا كيف كي خوي لك لأن كي خوي دابت نابش مشير دركن بس ارتعوش ما قبوله وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه كاتك دواي سيروجا كديوي لما كبو قريتوا قبولنا كسي أهلي مكة لقى الخوي بري كويستيان شويني كونو مسلمان بن نابي كس بري لقى الخوي آخر خلقاني كيستا مسلمان دبن حزدا كان لقى في غمري خوابرون بيشتر جود أدنا كان نابي قبولي كي يا ما ينشي يا مش تنازل إيش يتر قبولي كرب يغمر عليه الصلاة والسلام خالي يتر وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يقيم بها وهل يجيش لها ولاني محمد باش قزبه ولا محمد عليه الصلاة والسلام ويشتي لما كب منته ولا قال أهل مكة نابي محمد رجلي ليبكى أمش دي سنت نازل إيش يتر في غمر إخوه هم يقبل كرت هم يقبل كرت بو قبولي كرت صلح حديبية خواي جورا بتشينا وينا إن فتحنا لك فتحا أما فتح ما صلح حديبية فتحة يا دجال جواز لفتح مك أما فتح بو لخلال دواي أم صلحة خواي بروردجار نصرتي بمسلمانان بخشيو إسلام لاو وبهمويدا وايل هاد أهلي مكنا تشاربون ناتشاربون كبيغمبر هاد بو فتح مكة درجا كام كانوا تسليم بن يلا كذا كذا مالي أبو سفيان وآمنة شيء لما لي خوي هذا الشيء أمانة وهي شيء لناكري أوه دنيا شون صورة وسالانك بو زمانك بو أهلي مكاهي جومي عندكير هيرشي عندكير هرشي عندكير استهتوا وده شيء لما لي خوي هذا الشيء وبيغمبري خوا بسر برزي وده تو النبشار أما برهمي شيء بو برهمي أم حكمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أوصل حيك كدي كاك ساند بس سيري نتيجة برهم كابزانة أم خطوي من برهم كيد شيء نا منها قمني منها قمني او انا مو باز مكا جرين قوي ايه متواني من سطو بنجا اسيري مسلمان رزقار كين اخر اوريك بدوا شوارده هزار مسلمان شهيد بو سي هزار مسلمان جلتو بد بو
بس يومك عيبر بس يومك تبي قرباني ما نبي قرباني شيء كاك توتش بزانة شيء كردوه بزانة شيء كردوه أمم المتحدة الله إلا سطع هشتاي أهلي غزة بويان يبسنونا وغزة كاتا غز شارك شد روي نكاك ناتو بس يوشتان مكا سركوتي سركوتي دبي بلاش سركوتي كورا قلنا لي سركوتي تو جولكي كوري جولكي تيجي إشتى بس بلاش جولة سرنا كوتي دبي بلاش سركوتي بلا قربان سركوتي ده أنا خلق درويش بيت ده أنا خلق مقلدي أعمابي بس أرتشا قربان ده كورا سركوتنا كا وكو روجي روناك ديارة جا أجره وسركوتنا بيت سركوتنا الحمد لله تواني من 14,000 شهيد وخوا قبول يانكا و 30,000 إش مال لبرين تواني من إشي كي باش كن ما نهم وباش بنيرين إما سركوتنا حسبنا الله ونعم الوكيل أو يقصب كات أما خائن أما بكري جيرة أو جولكيا قصجنكي أو كتم شهادتكي والله نبرأ إلى الله مما فعلوا نبرأ إلى الله مما فعلوه بالمسلمين كيف ورد به كيف ناقش به قصب كات كيف خويتي أما أو قد أمكاري كي باش نبو طعنج لنيتيان نادين قد نالي نيتيان خرابو بلام إشكا ظاهر إشكا أو ديارة برهم كي ديارة كتيبو وبرهم إيشي بيغمبر إجديار بو كتيبو عليه الصلاة والسلام أو تصلحي كر تنازل 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 قيناكا شوار تنازلي كر مشكيلانيا بلان برهم كي ديارة تيبو كاك برهم كي ديارة تيبو بلى دفرمت دواي أو فلما دخلها ومضى الأجل كيف يغمر عليه الصلاة والسلام دواي أو صلحا شونا ومكو وسيروجك توابو هاتنا لاي علي وتيان با صاحبك قال والله بمحمد والله عليه الصلاه والسلام بعد شت الدروه طواف فقد مضى الاجل فخرج النبي عليه الصلاه والسلام فتبعتهم ابنه حمزه كتي حمزه كتي تشي حمزه بو شوين يانكوت هر ديود اي ماما بانجي ذكرت علي رضا اخوي يوري لي به هل يغرت وخستي باوشي بفاطمه يود بتي كتش مامكت تشي لبك هل يغرا اقاد لي به ايش هل يغرا دواي علي وزيد وجعفر بوبا دما قال يعني علي ديوت من شايس تترم كتي ماما حمزه امام جعفر جوتي كتي مام شمو وكوتو لمامتي دا كتي مامي منيشا بلام وبوريشي خزاني منا كاتم لدو سر وشايس تترم زيد جوتي كتي ابراهيم منا پیغمبر اخو علي صلي الله عليه وسلم خالتي يكي بورتي يكي هل بجارد بسيري دا شكا فرموي دايك لشويني بور لشويني دايكا ماله ما هو صحيح مدل رازي كردين سيانا كيتر شيوت اها بله طبعا ما نكر انجا بجعفري بعلي فرمو تو لمني ومنيج لتوم وبجعفري فرمو تو لخلق ولخلق دا لمن دا شي سبحان الله وبزيدي شي فرمو تو برا ماني ومولا ماني يعني ما حسني خلقة حسني تعاملة في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام ضلي هرسي يعني رازي كر بلام بصدق وبحق بحق ضلي رازي كردن ماله أحسن الله عليكم قال رحمه الله باب الصلح بين الأمراء والخلفاء وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما والله إنسان صلحك حتى لبين أمراء وخلفاء إيش يعني صلح كردن إصلاح كردن كاري كباشا إشي مسلمانة حزبنا كوتي وأجاو فتننا كين وأم آياتش أجردو طائفي مسلمان جنجان دجي يكتر أو صلح كان لبينيان دا ملك أحسن الله عليكم قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمعت الحسن رضي الله عنه يقول استقبل والله الحسن بن علي سمعت الحسن البصري هكذا نهر خويتي حسن خوي حسن يكري علي وعن ابي موسى رضي الله عنه قال سمعت الحسن رضي الله عنه يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية رضي الله عنهم بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية رضي الله عنه وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقلا له واطلبا إليه
فأتياه فدخلا عليه وتكلما فقالا له وطلبا إليه، فقال لهم الحسن بن علي رضي الله عنهما: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه. قال الحسن رضي الله عنه: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن رضي الله عنه إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال البخاري: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة رضي الله عنه بهذا الحديث. الله أكبر. حديثي مزنو تاريخا قاتن لي بمن مجويتي حقا بابي زانين كاتك علي رضي الله عنه قوري لي بيت شهيد كرا للايان خوارج كانوا للايان خوارج كانوا علي شهيد كرا كيبو بخليفة بحق حسن والله معاوية رضي الله عنه قوري لي بيك الشامي همو بدزبو قوتي جيزوري هبو معاوية تنازلي نذكر لبرشي داوي خويني شي ذكر عثماني ذكر رضي الله عنه قوري لي بيك باش معاوية حسن استقبالي يعني روبروي جيشي معاوية بو بكتائب أمثال الجبال يعني أو جيشش كالقال حسن وزور زور بون بقدر كتيبة كان بقدر تشيوك أو همود أو إذا يبيني جيشي حسنة هي معاويش بها من شوا عمري كري عاص وتي من كتائبك دبينم يعني جيوشك دبينم هي هم هي معاوية وهم هي حسن هيتشيان راناكن فرارناكن تايك ترد كوجن لم جنجا كرب دا لبيني معاوية وحسن دا خلقي جيزو لمسلمان دا كوجن معاوية رضا إخوائي لبي فرموي باشا اگر امانه اوانه ان کوشت اوانه جوانه ان کوشت من لي بامور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم باشا اي چيل موضوع كاروباري خلق بري وبري پياوان يكتر بكوجن پياواني مسلمان صحابه اي چي اگاي له افرت كان يان بي له موضوع سر پرشتيام كه اي چي من الله كان يان يان ضيعم عيال من الله كان يان بگريت اخوي براستي ام شرا ام جنگل بيني ام داكاري خراب بويا هستا رضاي خوي قوري لي بمعاويه دو بياوي ناردن دو بياوي قريشي ناردن بولاي عبد الرحمن كوري سمرو عبد الله كوري عامر بولاي حسن وتي برونا لاي حسن بيبلن قسيل قلب كان داواي لي بكن رجاي لي بكن لي ببارينوا كاك با جنگنبي با صلح حبي با موضوعك يعني تشار سربكري باش اوانش هاتن بولاي حسن وقصيان لقلي كيرد حسنش رضا اخوي قوري لي بفرموي او امتا عاثت في دمائها يعني كوتوتا ناو خويني خويا وبداخه ومسلمان مسلمان داكو جيد او دوانش وفدكاني معاوية وتيان ايما هاتوين كمعاوية تشي بوتو عرضي تشي بوتو هيا وداوي تشيد ليدكا وتكليفي تشيد ليدكا بو اويكا جنگ بو واستي بو اويكا يكترنا كوجن مسلمانان نفرميك تو واز بينيد اي حسن قال فمن لي بهذا يعني اتفاق كوابو كحسن دس هل دس بتشيشيته ومعاويه ببيب خليفه مسلمانان دواي معاويه كوفاتي كرت ان جا خلافه بو حسن بقريته كتي فعلا اويان كرت حسن وتجاج من لي بهذا شي زمان دكا كدواي معاويه قضيه بو خم قريته وخلافه طبعا خلافتي بو ناوبانغو بو بوزليدان نبو حسن بو يدزاني كحقك هي اوا واودت وانا خدمتي مسلمانك زياتر اودو نفريك هاتون تيان ايما كفاله وضمانتي اودكين فصالحه حسن رضا اخوي يقول لي بالصلح لقل شيكرت لقل معاويه كرت حديثي بيشوتر صلح لقل شيبو لقل المشركين ك
وتدرس تبراك مصالحاش صلح كردن حتى لقال مرشق لقال كافر لقال دجمن دروسته كتب زاني أول مصلحته وأول خيرة. حسن قبولي كرد. قال الحسن والله ولقد سمعت أبا بكرة يقول. حسن بوتي قبولي كرد بوخواني مسلمان نرجع وأو حديثي هات ويات ككاتي خوي لأبو بكر بيستبوي كدي فرمو بينيم بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام لسر من برا وحسنش لتنشتي ويتي و بيغنبر عليه الصلاة والسلام روي كرد بو خلق جاريكو جاريش روي ده كرد حسني كري انجا فرموي او كري من قوريا إن ابني سيد إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أم كرم كريتي قوريا نقلة من دا يا لبالا دا وكاتل تمنو بالا قورا نبو منالك بو بس دي فرمو ما شأن منزلتي قوريا يعني أميد دكم خواي قورا بكات ما يصلح لبين دو طائفي قوري مسلمان چونك هم معاوية جيشي قوري لقلبو هم حسن جيشي قوري لقلبو بله حسن تواني صلح كالا بينيان دا ومسلمانان بونا ويك سيادة لكي دايا سيادة لو دايتو رزي مسلمانان يكخي سيادة لو دايتو تنازل لحقوقي شخصي خود كي نك تنازل لحق حق جيوازة حقوقي شخصي جيوازة بله او سيادة او قورية بلام هندق لشيعي حسن شوين كوتكاني حسن بورازي نبون كبينيان حسن صلحي كردو تنازلي كردو بو معاوية چون لاي وتيان السلام عليك يا عار المؤمنين وتي العار خير من النار تيان السلام اللي بأي عيب إيمان داران أي عيبة شعيبة وشورية كد بسر إيمة هنا چون سوكت كرديني حسن بوات كرد وتي أو أوي إيوة بعيبي دزانن بلاي منه وآسان تلا لآقر ببما سببي رجاني خويني هزارها مسلمان في عمري خوان ما تحكر أو قرينجا براستي بله بخاري ده فرمى قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا بارحل بستني حسن لا أبي بكر. أحسن الله عليكم ما أنصب رزم. قال العيني في عمدة القاري أبو موسى هو إسرائيل بن موسى البصري والحسن هو البصري. حسني بصري أو حسنية كم رأيك؟ مش بارك الله فيك. أنصب ويا بخاري فرمى إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكر. جوان جوان. أرست. أحسن الله عليك. قال رحمه الله باب إشارة الإمام بالصلح فإن لم يقبل حكما. ماله إشارة الإمام بالصلح يعني إمام إشارتك أبويك الصلح بكري. أجر قبولنا كده وجاء حكم ذكات. إيه بزانين. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب بلى باشا دفرمت بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام جوي ليبو لدروا مالكي خوي دوكس تشيانا ناكو تشيانا ودنجيان برز بوتا ولا سر يكتر و بيستي كي تشيان داوا لوي تردكا يستوضع الآخر يستوضع يعني يطلب منه وضع بعض الدين داوا لدكا هندي لقرزكي لسر لابري ايشيان قرزي لسري تشيانا قرزا لكش داوا لوي تردكا كاكش تيكم لسر سوكا بوي بتوانم بالدموا ويسترفقه نرم بلا قلم ايوج دل سوين بخواش دي هنا كم لدينار خوش نابم پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم چو درو فرمي چي اوي كه سوين دخوات دل واناكا سوين دخوا كه كاري چاكه ناكا كتو لي خوش بي و كاري شي چاكه يدي كي هندق لقرزكي لي ببورا وتي من مي پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي فله اي ذلك احب تو پیغمبر خو حكمي ده فله اي ذلك احب المهم كواتا إمام دبي هولي صلح دالة بينيان كصلح نكرا وجاء بخوي بريار دادا حكم بخوي بريار دادا يعني سنة براكم كتو قرز دا سركسي كو دزاني بيتوانايا نيتي ناتواني بيداتوا بلا ما قال سري سكي جوليك دا تواني بكاو بود بداتوا أو بكي باشترا لويك هيشد نبي زور جار خاوان قرزي واهي قرزي شي زوري لسركسي كا
كابرا في ذلك كجان تو ده دفتر لامنا لايمنا برام دو دفتر ملي خوش با هاشتاكي ترد بودينم بدسم بخواشتي واناك دو هاي دو سال هر وستا و استا هاش دفتر نما و دو دفتري ما بخوا برا دو دفتر ميا ده توي اوتا نا توي بمكوشا تيجي استي جاكا عقل في ذلك بينا او دو بينا باشترا لويكا او يتريشم بچت ماله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن حضرد الأسلمي رضي الله عنه مال فلقيه في رواة في المسجد فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصف في رواة قم فقضه ملا. كعبي كوري مالك دفرمة قرزي لسر عبد الله كوري أبي حضرد بو بي جيش لمزقوت قرتي وثي بينا او قرزة مدوا دي دن جانبرز بو ولي اكتر في عمري خو عليه الصلاة والسلام بتنشتين داروي فرمو اي كعب اها چون بلي نيوي اي كعب نيوي لي خوشبه نيوي لي خوشبه في عمري خو عليه الصلاة والسلام كاوي ود اويش نيوي لي خوشبه في ده هسته توجدي قربانه ونيود لي خوشبه هسته نيوكي تريب دي نچی بلی اوش باش ان شاء الله بود پیدا دکم هسته ونی وی بدینی ود لی خوش بو مل احسن الله علیکم. قال رحمه الله عن عروة بن الزبير ان الزبير رضي الله عنه كان يحدث انه خاصم رجل من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى للزبير حينئذ حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير رضي الله عنه والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية بل عروة كري زبير رضي الله عنه لفرمين زبير بوي باز ذكردن كالقل بياوي چي أنصاري چي شي چي ان دروز بول سر أوداني زوية كانيا زرعة كانيا كجيراني يكتربون باشا لفرمين أو بياو أنصار الشهيد بدرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في باشا في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما والحاصل لقل لسر جوغي أو بوتجير شيئا أو دل من بيشتو آوي ددم زرعتكم أو دل من بيشتو آوي ددم بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أي زبير زرعتك أو ددوي أو كبر الله كبو جيرانك ديارة أو لبيشتربوا زرعتي أول بيشتربوا يفرمي زبير جارته كابر أنصاري توربو تي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك شنك كوري بورتا بويا وابريار الدابو أو ما كارساته تو تانا لبي غمر بدي بلي حكمك عليه الصلاة والسلام لبر خزماتي بو محابات بو شون ده بيشتوا فتلون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام رنجي قورا صلى الله عليه وسلم إخوة لسرب توربو فرمي دي باش أي زبير زرعتك أودا إن جهر أو كش حبسك دواي أوداني زرعتك حتى يبلغ الجدرة هذا قاتا أساسي ديوارك أو أوا سركبت قيناك نيدي تجيرانك تربو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فاستوعى للزبير حينئذ حق حق زبير دا وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيش أو إشارتي كربو زبير ك آوي بدات دواي برلايك أبو جيرانك يبو هردو شان قازانز بو بلان فلما أحفظ الأنصاري ورسول الله أي أغضبه كاتك كابلاي أنصاري في غمبري توركر عليه الصلاة والسلام استوعى للزبير حقه في صريح الحكم أو كاتا في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام برياري خالصي بو زبير داك تواو أو آويدات وآوكش بقريت وجاري وكعقوبيك بوچي بو كابلاي أنصاري كرازين أبو بحكم في غمبر عليه الصلاة والسلام و زبير دي فرموا وآيات من واد زانم بو أو بابتي إيما دابزي هو كاركي سبب نزولكي فلا وربك لا يؤمنون سوين ببروردقائر تو إيماني أن تواونية تاوكو تونكا بحكم لهر شجارك لبيني أن داد بني زاعك
دوای اوش کردیانی تحکم لنفسی شیان دا نارضایی تیدا نبید پی ناخوش بون لسبارت با قضاوتا که تو و با توابیش تسلیمی حکمی تو نبن او ایمانی انتواونیه او کاتا ایمانی انتواو کوابن ملک ما صحيح بايم الصلح لقال فرست أفكين يا الله والله هني قلت درس قيم شو من بكم كرو بزيد بخطو بيمش دبيتي آه يك حديث من ما هو بس دقينا باب كتاب الشروط يك حديث من ما هو بس هو حديثه أي بس ما هو نعم باب الصلح بابي بانزد أخوانين وتعو بلى أحسن الله عليكم قال رحمه الله باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث بله صلح بين الغرماء اواني كغريمي يكترن وخاوني ميراثا كتشهب لناويان صلح بكري لبينيان بله احسن الله عليكم قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا باس يتخارج الشريكان فياخذ هذا عينا وهذا دينا فان توي لاحدهما لم يرجع بله يعني كصلح كان لبيني يكتر ذا لا باس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا عينا وهذا دينا يعني بونمنا تشيشي لبيني عندها لسر أو دالي باشا كاكا أو بونمنا أو سياري بومن أو يتريج دالي أو عندها قرزج لسر فلانا أو بومن تشيشن يصلح كان لبيني يكتر دا آسايا مالك أحسن الله عليكم قال رحمه الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائي يأخذ الثمرة بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربة آذنت فجاء ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فجلس عليه فدعا بالبركة ثم قال أدعو غرمائك فأوفهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة لون أو قال ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب في رواية قال صلاة العصر وفي أخرى صلاة الظهر فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك باشك هم حديثات دوباره وسبارش بو علمان بلام اويك موضع شاهد ليرتشيا دفرمكاتك عبد الله باوچي جابر وفات دكات وقرزي لسرا وتمان لشو وفاتي كرت لا احد احد بله دفرمي غرماكاني اوانيك خاون حق بون قرزيان لسر عبد الله باوكم بو هاتن بو اوي ثمرة كبرهمك وتيان نخيرنا معنوي ولم يروا أن فيه وفان وتيان برهمي أم خرماي أم باخي خرماي إيوا بشي قرزكاني هموما ناكا رازينين فرميك أبو في غمبري خوان باسكر في غمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قوري لسر بيت هات بوناو باخكا ودعاي خيري كرت خواهي قوري بركتي بسر دابرجي انجا دعاي كبرهمكم ليك كرده والحاصل في غمبر دعاي بسر دا كرت بانگم کردن خوان قرض کان همویان قرض مدانه او زوریشی لزیاد بو. انجا بونویجی مغربی، نویجی عصری، نویجی نیورو رابی کان شکیانه. فرمیهات مزجود بولای پیامبر علیه الصلاة والسلام متمی پیامبری خوا قرض کم هموده او لجی زیاد بو. دفرم پیامبری خوا دستی کل به پیکنینو تیبرو با ابو بکر و عمر بله. او خبر خوش بده آوانیش. کاتک خبر کیده ابو بکر و عمر. وتيان شيء لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع أن سيكون ذلك وتيان مزاني من بيغمبر دعابك إلا خوا بركتي تيدخا فعلا خوا يقولا بركتي تيخص توابو أماش كتاب الصلح توابو قيشتنا كتاب الشروط وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم أحسن الله عليكم يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا